بداية أنا شاكر الأخوة الحضور، هذا الحضور الكبير، هذه الوقفة التضامنية المستحقة. وأنا حقيقة فخور أن يكون بين إخواني النواب في هذه الوقفة، مو بس للحديث عن بدر الداهوم، أخوي العزيز اللي شهادتي فيه مجروحة، أخوي العزيز اللي يمثل كل شيء في هذا المجلس حقيقة أقولها قدامه ووراه، وما رأينا منه إلا كل صدق وحرص على مصلحة الوطن والمواطن. ولكن لأن الموضوع أكبر، أكبر من الأشخاص، الموضوع قد يمس المؤسسة التشريعية بالكامل. اليوم وقفتنا التضامنية أخواني للدفاع عن مبادئ دستورية راسخة وثابتة لعقود بدأت تهتز في السنوات الأخيرة. إحنا نتكلم تحديداً عن المادة 50 من الدستور ومبدأ فصل السلطات. يا جماعة، المحكمة الدستورية في قانونها 73 ما حد تكلم عن هذا القانون في ذاك الوقت، ولا حد تكلم عن أدوار المحكمة الدستورية، ولمدة 40 سنة ما حد حكى ولا اشتكى من أداء المحكمة الدستورية اللي قاعد تمارس أدوارها بشكل طبيعي، وأخذت التفويض بشكل طبيعي من مجلس الأمة في ذلك الوقت للنظف الطعون الانتخابية وصحة عضوية النواب. المشكلة وين صارت؟ المشكلة صارت في السنوات الأخيرة لما زاد الشحن والتدافع والحراك والاستقطاب في المشهد السياسي. آخر 28 سنوات بدأت المؤسسات كلها تدخل في هذه الدوامة، ما جعل المحكمة الدستورية تستصدر أحكام مو بس لإسقاط عضوية نواب ينتمون لسلطة أخرى، وهذا تعدي صارخ يا جماعة على المادة 50 من الدستور، ولا فقط بإبطال المجلس بالكامل، ولكن كذلك بإلغاء المادة 16 اللي كانت تمنح النواب وتمكنهم من أداء حقهم الدستوري في التصويت على إسقاط العضوية. هذا الحق دستوري وفق المادة 95، هو حق أصيل لمجلس الأمة، فوض فيه مجلس الأمة المحكمة الدستورية. فكيف لمن فوض وهي المحكمة أن تصادر حق من فوضها؟ مو منطق. لذلك قدمنا هذا القانون، تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 5 وتعديل المادة 1 حتى يعود الحق لصاحب الحق الأصيل وهو مجلس الأمة. وأقولها بكل صراحة إخواني، ترى تقديمنا لهذا القانون كان بهدف حفظ الطرفين، المؤسسة القضائية اللي تهمنا حفظا لمكانة القضاة وإبعادهم من المشاحنات والمهاترات والاستقطاب السياسي الحاصل، وكذلك حفظا لمكانة المؤسسة التشريعية اللي من واجبنا جميعا كنواب للأمة أن ندافع عنها اليوم عن مكتسباتها الشعبية. والبعض يسألني، طيب شنو راح تسوون انتم كمجلس أمة؟ عدلنا هذا القانون، شلون تقدرون تديرون الملف؟ ما كان قبل 73 هذا الواقع. مجلس الأمة أدار هذا الملف، وسبق لمجلس الأمة قبل 73 أن أسقط عضوية نواب، لكن هذا حق أصيل داخلي للمؤسسة التشريعية. وفي مواد، أكثر من 8 أو 9 مواد، وتكلمت في أكثر من موقع أنا، 8 أو 9 مواد في اللائحة الداخلية تنظم هذه الإجراءات. وين هذه المواد الآن؟ معطلة، ومن حقنا تغييرها وتعديلها بما يتناسب مع واقعنا السياسي اليوم. وأقولها بكل صراحة أكبر، لو حصل انحراف في سلوك المؤسسة التشريعية على سبيل المثال، ترى الشعب الكويتي موجود يحاسب من خلال صناديق الاقتراع، وإذا حصل انحراف في عمل المؤسسة التنفيذية أو الحكومة، نواب الأمة موجودين يفعلون أدواتهم الدستورية لتقويم هذا الانحراف. لكن لا سمح الله لو حصل انحراف في سلوك السلطة القضائية، ضاعت البلد وتهدد الاستقرار. لذلك لما نتكلم عن السلطة القضائية نتكلم وإحنا مشفقين، محبين، محترمين لهذه المؤسسة. يجب إبعاد السلطة القضائية عن أي تدافع سياسي، وهذا هدف تقديمنا للقانون. إخواني، البعض يسأل اللي يسوونه أنتوا الآن من وقفة تضامنية ومؤتمر صحفي، ما هو تداخل في السلطات؟ ما هو تأثير على أعمال السلطة القضائية ومحاولة توجيه الأحكام؟ أقول خلونا ننتبه شوي، خلنا نفرق يا جماعة، خلنا نفرق ونفكر بالموضوع بشكل أعمق. إحنا ما نتكلم عن محكمة عادية، ما قاعد نتكلم عن محكمة إدارية ولا جنائية، ولكن نتكلم عن محكمة دستورية. أنا دائما كنت من المطالبين باستقلال القضاء وضرورة استقلال القضاء، ودائما كنت من المدافعين عن أن يكون القرار قرار القضاة بمعزل ومنأى عن المعارك السياسية. لكن لما نتكلم عن المحكمة الدستورية فهي محكمة ذات طبيعة خاصة وفق المادة 173 من الدستور اللي ذكر فيها المشرع في مذكرته التفسيرية عن ضرورة الموائمة السياسية بدخول أطراف نيابية أو أطراف حكومية. ليش؟ لتنضيج القرار وإضافة بعد سياسي لهذا القرار. وإذا لم نتمكن اليوم كنواب من ممارسة هذا الحق الدستوري بوجودنا داخل المحكمة الدستورية لإبداء الرأي، فمنصاتنا الخاصة وهذه اللقاءات
والوقفات التضامنية أعتقد وقفات مستحقة ومهمة بل واجبة وضرورة. وأقول في الختام يا أبو حمد، لست وحدك، وإخوانك معاك، ووقفة الشعب الكويتي والتفافهم حولك مشرفة ومفخرة. وأنا متأكد يا أبو حمد، متأكد ويقينا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله بنفرح فيك نائب في مجلس الأمة، تمثل الأمة وتدافع عنها وتمارس دورك الإصلاحي الوطني، وإحنا إخوانك معاك، إيدنا بيدك، نحارب الفاسدين والمفسدين، وبإذن الله نصلح ما يمكن إصلاحه في هذا البلد. الله يجزاك.